اغنيه حلوه قوي قوي عن التحرش وكانت ترند وكسرت الدنيا. قولي لي يعني الفكره نفسها كانت جريئه لما اتعرضت عليكي خفتيش شويه من ردود افعال؟ بصراحه الاغنيه احنا بحضرها بقالها فتره طويله جدا، هي كلمات والحان طناني وتوزيع عبد الوهاب الرفعي رفاعي، فهي خدت مجهود وانا ما كانش نفسي انزلها بسرعه، انا كان نفسي انزلها في توقيتها، كان المفروض تنزل في يوم المراه، بس يعني الحمد لله كل حاجه جت بسرعه، صورنا في 48 ساعه ومنتجنا في يوم، فضلنا 3 ايام صاحيين ونزلناها في اورفان. ما كنتش يعني كنت قلقانه مش عارفه رد فعل الناس ايه، هيحبوها ولا لا. في ناس كتير قوي قالت لي حلو، انها موضوع بتناقشي قضيه تحرش بطريقه كوميدي مش بالشكل اللي احنا متعودين عليه، فده الاختلاف فيها، ودي اول تجربه ليا. لو لقيت الناس حباها هكون مبسوطه جدا، هجرب مره واثنين وثلاثه، خصوصا ان احنا بنعمل اغنيه سوا دلوقتي بعد الخطوبه على طول. دي بقى ان شاء الله. لا امال ايه؟ طب ما تغششوني اي حاجه، قول حته منها بقى لو عايز. لا 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 يعني بعكسها وبغزلها وهي بتصدني مره واتنين لحد ما حصل في الحقيقه، يعني اللي حصل في الحقيقه يعني مش في الحقيقه. ايه ده؟ تسمحش ايه بالظبط؟ لا دي ده اللي بيحصل بين كل بنت وولد، يعني متهيألي اللي في الاغنيه ده اللي بيحصل بين ناس كتير قوي، فهي برضه اغنيه بشكل كوميدي عارفه؟ مش وجهه نظرك، شايف الهام تنجح اكتر في التمثيل ولا في الغنى؟ من وجهه نظرك انت؟ الاثنين طبعا. لا لا هي شاطره جدا وعندها كاريزما وحضور كويس جدا. هتحاولي في الغنى زي ما قلتي لي يا الهام؟ هحاول، بس انا لا طبعا انا مركزه في التمثيل، ده شغلي وده اللي انا شاطره فيه وبحبه. الغنى انا ما عنديش اي خلفيه عنه، يا دوبك لسه بجرب فيه بشكل ظريف، لكن انا مش مطربه وعمري ما هكون مطربه، عشان بس ما تظلمونيش في الحته دي. حضري ايه جديد يا الهام؟ مسلسل عالم تاني، الاستاذ المخرج عبد العزيز حشاد مع رانيا يوسف، دور مختلف وظريف وان شاء الله يطلع بشكل حلو. برضو قضيه يعني موضوع انا لسه ما اعلنتش عنه على فكره، انا كل بصور ما بقولش، كنت مستنيه افضل وقت فيه، اعتقد ان ده الوقت المناسب. فان شاء الله الدور يبقى ظريف زيه وزي الادوار المهمه اللي عملتها قبل كده، مش موجوده طول الوقت بس هي مؤثره في الاحداث. نورتوني والف مبروك، وقبل بقى نبارك لكم على الجواز ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي قوي.